وبالتأكيد خبر مؤلم، يعني انتوا عارفين انه ده حصل امبارح، رحيل الفنان الكبير الأستاذ أحمد الحجار. أستاذ أحمد الحجار رحمة الله عليه رحل عن دنيانا امبارح، عنده 65 سنة، ما عزش عن اللي خلقه، بس فعلا صغير، مطرب وملحن وأسرة أكتر من عظيمة بالمناسبة. يعني والده الموسيقار الكبير أستاذ إبراهيم الحجار، وطبعا شقيقه الأستاذ الكبير جدا أستاذ علي الحجار، الله يرحمه يا رب. أحمد الحجار مع حفظ الألقاب واحد من أكثر الناس موهبة، ومن أكثر الناس لطفا وهدوءا إلى أبعد الحدود. عنده 4 ألبومات غنائية، عنده مسرحيات لحنها، لحن لآخرين إلى آخره. وبالمناسبة لو تفتكروا أغنيته الشهيرة اللي احنا كنا ممكن حتى بنلعب أول جزء من مقطعها، المقاطعها الموسيقية عود، شاركته فيها صاحبة صوت ذهبي الأستاذة حنان ماضي. خلونا ناخدها معنا على التليفون. أهلا بيك يا أستاذة. أهلا بيك. إزاي حضرتك؟ الباقية في حياتك؟ الباقية في حياتك؟ الحمد لله، الحمد لله، البقاء لله والحمد لله، وهو مات الحمد لله، أكيد هو في مكان أحلى، وكان يوميها كان مستني ابنه علشان يحتفل بعيد ميلاده معاه، والحمد لله مات سعيد، يعني ده اللي أنا عرفته يعني. الله يرحمه يا رب. إيه اللي تقدري توصفي بيه الأستاذ أحمد الحجار؟ يعني لو قلنا أنه حنان ماضي تؤبن أحمد الحجار تقول إيه؟ أقول إنه ما كانش مجرد ملحن عادي ولا موسيقار كبير، وتحسب له من جيل المحترمين اللي قدر رغم الظروف يفضل محافظ على احترامه لنفسه ولفنه، ودي معركة أصلا مش سهل أن ينجح فيها، وهو نجح بجدارة الصراحة، وهو محظوظ إنه فضل متواجد على الساحة لآخر وقت، وكان لسه في عرض مسرحي اسمه طقوس العودة من تلحينه وغنائه، وكان لايف على المسرح واخذ نجاح كبير جدا، وان هو بيعمل دايما حاجه هو متميز بيها. يعني حمست لك يعني مثلا تقدر تتخيل فريد الاطرش بيغني اغنيه حد تاني؟ لا استحاله. نفس الحكايه احمد. مظبوط. هو ناجح بحاجته، مش ناجح بحاجه حد تاني، مش محتاج يغني حد تاني علشان ينجح. فاهم قصدي؟ صح صح. هي دي. الله يرحمه. في فنانين كبار نجحوا بحاجات تانية، بحاجات ناس تانية، لكن لما بيجوا ينجحوا بحاجاتهم ما بيعرفوش. دي حاجة بتاعت ربنا، دي صرفها ربنا لأحمد. أحمد الحمد لله عمل شغل كله جميل، لو قعدنا نستعرض شغله كله هنلاقيه كله جميل وكله مؤثر وكله حساس والله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. يمكن أنا برضو محتاج إن أنا أسألك، أنت فين؟ أنا في الدنيا. حلو، الكويس إنك أنت في الدنيا، ربنا يديلك الصحة. أنت صوتك ممكن فين؟ ممكن يكون الناحية التانية بعد شوية عادي يعني. لا ربنا يدي لكل واحد، مكتوب له عمر، ربنا يدينا الأعمار جميعا، بس أهم حاجة نستغل أعمارنا مظبوط. لا والله صحيح، يعني أنت فين؟ والله أنا موجودة، بس هي الفكرة إن الدنيا مقلوبة، وزي ما انت شايف القلبة قلبة جميلة الصراحة، ماشي، بس ده والقلبة اللي حصلة دي فيها مقلوب معاها الجماهير كمان، يعني الموضوع ما بقاش فيه، يعني الناس ما بتسمعش دلوقتي يعني تقريبا. يعني أنا لما مرة خرجت في الشوارع لقيت الدنيا حاجة تانية خالص غير اللي احنا فيه، احنا في زون تانية غير الناس اللي بتسمعه، ده حاجة تانية خالص. شوف يفكرني فيلم الكيف، لما لو فاكر فيلم الكيف طبعا هو فعلا بيتنفس بجد. هقول لك حاجه، يعني خليني اختلف معاكي سنه صغيره على قدي برضو. هو طول الوقت في الناس بتاعت فيلم الكيف والكيمي كيميكا طول الوقت، وانت ادرى مني بده، يعني في بدايات القرن العشرين كان في واحده ست اسمها، هفتكر لك، كان اسمها حاجه المحلويه، كانت بتقول اغاني والله ما حد يستحمل يسمع منها حرف دلوقتي، لكن في النهايه برضو كده انت فهمتيني،
في النهاية برضو كان في سيد درويش، وفي النهاية برضو ظهر محمد عبد الوهاب، وفي النهاية برضو ظهرت أم كلثوم، وفي النهاية برضو أصبحت في أجيال بتمد، وظهر فريد طالما ذكرتي فريد، وظهرت أسمهان ما إلى احنا لو آخره. قعدنا نتكلم في الموضوع ده هنتكلم للدجا. حلو جدا. فعلشان نتكلم للدجا، طب ما نغني للدجا، ما هو الناس اللي عايز يسمع حاجة حلوة هيسمع. ولكن انا لما ابقى، لو انا حطيت نفسي مكان حنان ماضي، اصل انا احبك جدا جدا الله يخليك والله الله العظيم، يخليك. فلو انا حطيت نفسي مكان حنان ماضي يعني اقعد ساكت؟ لا، انا هغني، واللي عاوز يسمعني هيسمعني، وانا بقول لك الناس هتسمعك، الناس بتحبك. الحمد لله طيب الحمد لله. الحمد لله والشكر لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، يعني ولا ايه؟ هنقعد ده ساكتين؟ حقيقي فعلا. هنقعد ساكتين؟ لا لازم تبدأي مشروع يوسف، يعني جديد. الحمد لله ان احنا قدرنا نعمل فن الحمد لله يعيش، والناس لما تسمعه تترحم علينا. لا، ما تترحم عليكم بالخير وبالبركة وتستمروا كمان، ما هو ما ينفعش أسيب الناس زي ما اتقال كده نهبا لكل من هب ودب، وانا قاعد بعيد واقول اصل هم ما بيسمعوش. طب ما تديلنا حاجه حلوه نسمعها. حاضر ارجوكي والله. حاضر اقول والله. لك، بما انك بتضربي امثله، يعني دلوقتي واحد راجل ميت من الجوع، هتديله اي حاجه هياكلها، لكن عايز تقول لي ان انا لو جبت له كده اكله حلوه ومتستفه ومعموله بمزاج ونفسها جميل هرفض؟ اهلا وسهلا، هات. وانا قلت لا؟ فما تسيبوش الناس لا جعانه. انا ان شاء الله ان شاء الله هبقى اقول لك على الخطه، بس هي الموضوع ماشي. يعني فننا بيتكلف جامد قوي، هي دي المشكله الحقيقيه، والمنتجين ما بقوش كتير وبقيت عدوا على اصابع اليد الواحده كمان، يعني وما بقيناش محتاجين منتجين، مش بغزاره يعني، مفيش واحنا احتياج فننا لف. بيتكلف جامد قوي، مش زي الناس بتوع المهرجانات والناس اللي يعني بيقعدوا على آلة بيعملوا أغنية في نص ساعة وتخلص، عارف، ايوه ويقولوا أي كلام يتعاليها يترصوا، والجمهور بتحصل. العيال بيبقوا مبسوطين بيها، وممكن تبقى فعلا ساعات تبقى كويسة وساعات تبقى دون المستوى، ومش كل وحش فعلا زي ما انت بتقول، بس الحلو منهم مش كتير برضو، فاهم؟ بس للاسف الشديد هم بيسمعوا اكتر مننا، لان عندهم العيال اللي بيسمعون الجمهور كبير قوي قوي قوي، برضو ارجع حاجه اقول كبيره لك، قوي، فهي ودان دي الناس، مشكلتنا احنا الكبار. ودان الناس وقلوبهم ووجدانهم عنده حالة جوع شديدة، اللي هتديهوله هياخده. الفن بتاع حضراتكو مكلف، بس التكنولوجي دلوقتي بقت برضو حبوبة، رخصت الموضوع شوية من حيث الفلوس، لكن ما رخصتش المحتوى. يعني ما هو الناس لسه بتروح تسمع حفلات موسيقية لراجح داود، والناس لسه بتروح تسمع حفلة موسيقية للدكتورة إيناس عبد الدايم، والناس لسه بتروح تحضر تسمع مزيكا لأنغام، والناس بتروح الحمد تحضر لله، مزيكا وانا لعمر كمان كنت خيرت. بعمل حفلات في الاوبرا طيب والحمد لله كنت أهو فيه دايما، بس هي أهو، الفكره ان انت عشان تعمل انتاج جديد محتاج انك وشهدت يعني حنان على نفسها. كده يعني. يعني ما الناس بتجيلي اهو، ما تسيبيهمش بقى. لا ما بسيبهمش، لا ما بسيبهم، ده لو انا بس اللي، هي الفكره ان بلحن المود مش وبكتب هو، لك الاغاني ويعني المود مش هو فعلا، المود مش هو. كنت هدافع اكتر من كده. ان شاء اخلاقي الله اول ما المود يتفتح ان شاء الله هتلاقيني موجوده ان شاء الله. مود جميل. ده انا المخرج بتاعنا زغنطوط، عمرو زكريا زغنطوط، شاب صغنن يعني، قاعد عمال بيقول لي ده انا متربي على اغاني حنان ماضي. طب يقول الحمد لي ليله لله، عشق ميرسي يا واخداني اهو، زكريا. اهو قاعد عمال بقى بيسرد لي في البومات. خلاص يا عمرو، احنا ما مش عاملين الحلقه عليك يا عمرو، احنا بنكلم الاستاذه حنان دلوقتي. الله يخليك، والله انا مبسوطه، والله مش عارفه اقول لك ايه، وفي نفس الوقت زعلانه على ان فقدنا احمد، وبس احمد انا متاكده ان هو الحمد لله في حته احسن من هنا بكتير، عشان هو كان انسان خلوق ومؤدب طبعا الله بمعنى يرحمه. الكلمه، وكان فعلا يعني ما فيش حد بيذكره الا لازم يقول عليه النبيل الطيب اللي ما حصلش فعلا، الله يرحمه ويحسن اليه ويغفر. احنا هنعود عن طريق برنامج التاسعه، هتنورينا وهنقعد والفرقه وهنغني. قلتي ايه؟ طبعا طبعا ان شاء توكلنا الله على الله. ان شاء الله. اعتمد طبعا انت على الله، طبعا ان يبارك شاء فيك، الله طبعا. يبارك فيك ربنا.
خلينا نبص لقدام، رحل صحيح عننا الفنان الكبير أحمد الحجار، لكن الأعمال تظل دائما خالدة. أنا بشكرك جدا 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 على المكالمة، وأشكرك جدا على قبول الدعوة الفنانة الكبيرة حنان ماضي. وهرجع أقول لكم، أنا من الناس اللي بتشوف أنه ولا أحمد الحجار مات ولا الحاج إبراهيم الحجار الله يرحمه كما كان يحب أن الناس تدعوه يعني مات إطلاقا. فن الناس دي عايش وهيعيش وهيظل موجود. إذا كنا احنا لسه دلوقتي قايلين سيد درويش وعبد الوهاب وفريد وأسمهان وهلما جرى، هو الناس دي ماتت؟ الناس دي انتقلت إلى الحياة الأخرى، ويظل الفن موجود حتى يوم الدين. شكرا جدا مرة تانية الفنانة حنان ماضي.